اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو حاسس إنك مخنوق ومتضايق قول اللهم راحة لقلبي فقد فاض به. اللهم باعد بيني وبين الحزن وشعور الوحدة وأذى النفس للنفس يا الله. اللهم إذ كان كل هذا الحزن ابتلاء بسبب ذنب فعلته فسامحني وقربني إليك وارحمني واغفر لي فأنت الغفور الرحيم. يا رب بحق سورة ياسين والبقرة ومحمد وآل عمران أن تستعيد وأن تسعد وأن تسعدني وتسعد كل من قال آمين.